لتتواصل هذه الانطلاقات وتتواصل هذه التحديات بين الأسماء وبين المشاركين في مسار هذا اليوم ومسار تحديات هذا اليوم، ثالث أيام فخر الأجيال، هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان العالمي. أيها الحفل الكريم، نسير ونقترب من مقدمة هذا الشوط، نقترب من البداية والمركز الأول. هنا الشاهينية غيرت واحتلت صدارة هذا الشوط لمحمد بن ناصر بالعوضي المنحالي، هو من يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات شواهين تعود بالكيتري منصور بن عبيد بن سالمين المنصوري، من يتواجد وينطلق على ثاني المراكز في هذه الأثناء. المركز الثالث، النقلة التالية، حفلنا الكريم مشاهدين الأعزاء، وصلت الآن شواهين تعود ملكيته لحمود بن حميد بن عثعيث الراشدي، هو من يصل ويحتل المركز الثالث في هذا الأداء. نقل إلى المركز الرابع، نقل إلى المركز الرابع، هذه اللي وصلت إلى الحفل الكريم، هذه سمحة، سمحة لسيف بن سالم بن نايلي الشامسي، هي من تتواجد ويحتل المركز الرابع في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. التوفيق لكل المشاركين. نقل إلى المركز الرابع، والمركز المركز الرابع هنا تدخل من خلال أو المركز بن سعيد الرميثي إلى المركز الأول وإلى الصدارة. بن صوغان تحاول مع طيارة اليبهوني مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يحتل المركز الثاني والمركز الثالث، هناك شعار الغيلاني يتدخل في هذه اللحظة على المركز الثالث على المركز الثاني. هذه شواهين محمد بن راشد الغيلاني، ولكن صامد الرميثي في المركز الأول والغيلاني قادم، محمد بن راشد الغيلاني مع شواهين محمد بن راشد بن سالم الغيلاني، بدأ يحرك الآن محركات الطيارة، بدأ يحرك محركات الناموس مع شواهين، وسلام سلام للسلطنة، السلام على هذا الفوز وعلى هذا الأداء. الشرقية الشرقية، أسعد الله صباحكم على فوز شواهين لمحمد بن سالم بن راشد الغيلاني، محمد بن راشد بن سالم الغيلاني. المركز الثاني راشد بن سعيد الرميثي، المركز الثالث المبارك بن سهيل بن علي اليابوني، والمركز الرابع هنا يأتي سعيد بن راشد بن مبخوت، والمركز الخامس إذا شعار بن هويمل يتدخل يحتل المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء، لكن تحديات الشوط كانت مثيرة وتغييرات مستمرة، والعودة إلى الصدارة، العودة إلى 7 دقائق 48 ثانية، 9 أجزاء من الثانية الناموس والثانية للغيلاني. مشاهدينا الكرام، محمد بن راشد بن سالم الغيلاني على فوز شواهين بالمركز الأول، بينما مشاهدينا الكرام اللي وصلت واحتلت المركز الثاني هناك لراشد بن سعيد بن احمد الرميثي الشاينيه، 7 دقائق 49 ثانية، 5 أجزاء من الثانيه، تانينا والناموس على هذا الفوز، بينما الحفل الكريم المركز الثالث اللي وصلت من خلال الاداء خلال التحدي في هذه اللحظات، 7 دقائق 49 ثانية و6 من الأجزاء من الثواني، تانينا والناموس مشاهدي الكرام للمبارك بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري على فوز بن صغان بثالث المراكز.